الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من علمه ربه فعلم الدنيا كلها فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء والذي يبدأ مع الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بهذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى بمسجد المهند بالقاهرة الجديدة، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يحضر معنا هذا اللقاء من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات، وفضيلة الدكتور محمد قرني مدير أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ عبد العزيز زيدان مفتش بالإدارة، والشيخ أحمد مبارك مفتش بالإدارة. ونتوجه بالشكر إلى إمام هذا البيت العامر فضيلة الدكتور محمد منصور إمام هذا البيت مسجد المهند. الحضور الكرام، هذا اللقاء يأتي تحت عنوان أحكام الطهارة، ونحمد لوزارة الأوقاف اختيار هذه الموضوعات التي تمثل ونلحظ في هذه الموضوعات التنوع ما بين المعاملات وما بين العبادات، وهذا التنوع الذي يمس الفرد المسلم ويمس المجتمع المسلم بصفة عامة. لقد من الله تبارك وتعالى علينا بأن حفظ لنا ديننا وأتم علينا نعمته بوجود العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة دينه ونشره، فأعلى الله ذكرهم وشكر لهم سعيهم. الحضور الكرام، دراسة الفقه ومعرفة كيفية العبادات من أجل ما ينفق فيه الوقت والجهد، لذا اعتنى العلماء قديما وحديثا بالتصنيف والتأليف لتدوين وتسطير الفقه، وتسابق العلماء على خدمته بالشرح والتأليف والتأصيل والتفريع والاستدلال والاستنباط وتخريج الأدلة والنصوص. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به الخير يفقهه في الدين، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآن مع علمائنا ومع بداية الكلمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وسيد الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فجزيل الشكر فعلا لوزارة الأوقاف يعني على هذه البادرة الطيبة، المؤتمرات والندوات والنشاط الديني في المساجد، يعني على هذه يعني الصورة الطيبة. ندعو الله تعالى أن يبارك في جمعنا في كل لقاء وفي مساجد القاهرة ومصر عموما، وأن يبارك في جهد علمائنا العظام الذين يقومون على هذا العمل الطيب المبارك، والشكر لإذاعة القرآن الكريم أيضا على جهودها الطاشه. فأشكر لمشايخنا الكرام ولأخي الدكتور محمود هذا الحضور الطيب. لا شك أن أحكام الطهارة يعني الإسلام والحمد لله هو دين النظافة، هو دين الطهارة. وعندنا في كتب الفقه في السنوات الأولى في الأزهر يعني أول كتاب يعني في يدرس في الفقه أبواب الطهارة، أبواب الطهارة. هذا يدل على أن علماء الفقه وعلماء الحديث
يأتون في الغالب بعد يعني الإيمان والأمور، إنما الحديث بالنيات يدخلون أيضا في أبواب الطهارة أيضا. وأيضا يعني الإسلام يتسع إلى طهارة الظاهر وطهارة الباطن أيضا. المسألة ليست يعني قاصرة عندنا على النظافة الحسية، بل أيضا المؤمن ينبغي أن يتطهر من الجرائم، من القاذورات، يعني من الحقد، الحسد، يعني العجب، الكبرياء. ولذلك يعني كما نعلم في الصيام يقول يعني في الصيام درجات، ويعني أعلاها الصوم يعني عن الإيه؟ عن الأكل والشرب صحيح، وبعدين الصوم عن الجرائم، الصوم عن إيه؟ كل ما يعني سوى الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على الجرائم والعجب والله اللي بترتكب، معناها الإنسان يعني غير طاهر. ولذلك وجدنا يعني سيدنا لوط عليه السلام حينما كان يدعو قومه ويتعجب يعني أنهم يأتون الذكران من العالمين، إنهم أناس يتطهرون، يعني يقولون عن سيدنا لوط عليه السلام وقومه الذين آمنوا معه بعد أن تدنسوا وتدنوا في الجريمة وابتعدوا عن صراط الله تعالى المستقيم. فالإسلام هو الطهارة، الصراط المستقيم معناها البعد عن القاذورات. ماذا يعني حال هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الفاحشة؟ ماذا الرجل يعني يرتكب يعني جريمة الزنا أو الربا أو العقوق الوالدين أو إيذاء الجار، يعني جرائم بصفة عامة، أين هو من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه غير طاهر القلب، بعيد بعيد والعياذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني إذن يعني صدق قوله تعالى: والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فطهارة النفس يعني أمر مطلوب، يعني حينما يعني يطالبنا الشرع قبل أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن أتوضأ، يبقى نقول الوضوء الطهارة الصغرى من شروط صحة الصلاة. لابد يعني أستجمع، يبقى طهارة من الحدث والنجس وبعدين طبعا ستر العورة، العورة أمر قبيح، وبعدين يعني اتجاه إلى القبلة، دخول وقت الصلاة، وهكذا. يعني معناها الطهارة الأول قبل أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى براجع نفسي كده. وشوف بقى بركة الطهارة، يعني حتى وجدنا بعض العلماء يقول إن الطهارة عبادة مستقلة، يعني هو عبادة مستقلة. ليه عبادة مستقلة؟ لأنه ورد في حديث شريف إنه هو إذا تطهر الإنسان غسل يديه يبقى خرجت الخطايا من تحت أظافر اليد، إذا تمضمض أيضا يعني خرجت الخطايا من فيه، إذا استنشق ثم استنثر خرجت الخطايا من أنف، إذا غسل وجهه يبقى خرجت الخطايا من تحت أشفار عينيه. كل عضو كده الإنسان يتطهر تخرج الخطايا من إيه؟ وبعدين ثم تكون يعني ذهابه إلى المسجد وصلاته نافلة، سبحان الله. يبقى قالوا إن الطهارة الوضوء نفسه، يعني رغم إن الوضوء نفسه من شروط صحة الصلاة، قالوا هو عبادة مستقلة. واختلف الفقهاء بقى هل هو ترى يعني خاص بالأمة المحمدية ولا هو عام؟ البعض قال لك لا خاص، إنما البعض قال لك لا، ده في حديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل، يعني حديث ثابت عثمان وغيره. إنما الفكرة إن الجمال، شوف العبادة يعني بعض المستشرقين بيدخل الإسلام بحاجات بسيطة جدا، يقول لك الله ده محمد، يعني هو بيقول محمد بقى كباحث، يعني في بيئة عربية جافة لا يوجد فيها مياه زي نهر النيل ولا نهر دجلة والفرات، وبعدين يأمر أصحابه أن يتوضأ يعني ينظفوا أنفسهم 5 مرات في اليوم قبل أن يقفوا أمام الله. إيه الموضوع ده؟
ده هم جماعة المستشرقين بيدرسوا الحاجات دي ليه؟ لأن هم عايزين يطعنوا في الإسلام الأول، يعني هم عايزين يشوفوا يدرسوا سلوك المسلم وبعدين يطعنوا في الإسلام. فسبحان الله بعضهم بقى ربنا بينير قلبه بقى، بعضهم كده يجي يقول لك إيه، يكون منصف في وقت ما ربنا يهديه الإسلام. معقول يبقى هو بيئة عربية ولا يوجد فيها ماء، وبعدين يعني وبعدين الله، طب مش معنى الأعضاء دي؟ ويتضح له بقى كباحث يقول لك ده هو البلاوة كلها بتدخل الجسم من الأعضاء ده، يعني اليدين أهم، وبعدين بحط إيدي كل شوية مثلا في بوقي أو في أنفي. تخلي بال حضرتك الجماعة بتوع الكورونا، ما أصبنا بالكورونا إيه اللي حصل؟ الاحتراز، اغسل إيديك كل شوية، اعمل معرفش وإيه، سبحان الله، اغسل إيديك جيدا معرفش. طب ما احنا الوضوء أهو، طب ما احنا 5 مرات بنغتسل. يعني ربنا حديث الشريف، لو أن نهرا بباب أحدكم والإنسان بيغتسل فيه 5 مرات هل يبقى يعني من ضرنه شيء؟ معنى الحديث الشريف هذا يدل على الإعجاز التشريعي. يعني طبعا الصحابة الكرام والمؤمن لا يلتمس العلل أو الحكمة التشريعية، الحكمة التشريعية غير مطلوبة، إنما هم فقهاء القدامى دايما يقول لك حكمة التشريع إيه؟ إيه الحكمة التشريعية؟ الحكمة التشريعية يا جماعة استئناس فقط، استئناس، يعني هم فقط بيحاولوا يوضحوا لنا إحنا كعوام، يقولنا إيه الحكمة التشريعية من الصوم؟ طب ما هو يعني هل الصحابة سألوا؟ ما سألوش، لعلكم تتقون خلاص والعملية ولا الضالين أمين. إنما نجي بقى العلماء سبحان الله، يعني ما تروح كلية الشريعة مثلا في قسم الدراسات العليا تجد فيه زمان في الستينيات رسائل دكتوراه وماجستير في حكمة الصيام التشريعي، حكمة الصيام مشايخنا القدام يعني. إنما دلوقتي شوف الطب بقى والتقدم العلمي بيقول إيه عن الإيه؟ عن الصوم أو ما إلى ذلك. يعني إنما الفكرة يعني استئناس فقط. يقول تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى هذا يدل على لما نقول لا، ده أنا هتوضأ عشان خاطر إنني يعني أبعد عن الميكروبات وأبعد عن ما أعرفش الأمراض، ويعني معناها إنك يعني لا، يعني هي الفكرة شروط صحة الصلاة يبقى الطهارة من الحدث والنجس. وشوف بقى الإنسان حتى الإسلام علمنا الاستطابة، يعني أدخل خلاء أعمل إيه وأنظف نفسي إزاي، وبعدين يعني ما كانش في مية يبقى في حجر، وأداب الأداب الخلاء حتى موجودة عندنا، يعني الطهارة من أولها، يعني حتى أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة. أنا راجل فلاح، أنا راجل يعني جمال في البادية، يبقى التشريع معي، لا يوجد مية لا توجد مياه موجودة معي، أنا راجل في الصحراء أسبوع وأسبوعين وعندي جردلين مية ولا جركدين مية، ماذا أصنع؟ ويعني ما كيف أصلي أمام الله؟ الله، إيه التشريع ده؟ يعني إحنا طبعاً بنجد إن المسألة يعني حينما نقول يعني أنت تقف أمام الله في الصلاة بعد أن تستجمع هذه الشروط الصحة، نعم، طب أنا أهو أنت شفته، يعني أنا يبقى المية عموماً يبقى تجد الجميل، طبعاً يعني الدكتور محمود هيوضح لنا بقى الطهارة، عدم بقى التبول في الماء الراكد والحاجات دي والنظافة. شوف الجمال، يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، يعني مطلوب مننا الواحد، يعني الإسلام جميل يحب الجمال. فإذا بترى إن الحكم التشريعية الجميلة الطهارة التي يدعو إليها الإسلام هو أن يكون الإنسان يعني طاهر الحس، طاهر الظاهر، طاهر الباطن. وحينما أتطهر ظاهرا وأقف أمام ربي سبحانه وتعالى أجد رحمة ربنا سبحانه وتعالى، استجمعت يعني تنبهت بقى أعضائي وحواسي إنني خلاص دخلت في العبادة، إيه طالما أني يعني استجمعت شروط صحة الطهارة دي، صليت ركعتين سنة تحية المسجد، صليت سنة القبلية، توجهت بقى إيه، يبقى دخلت على الفرض بقى. طب افترض ما فيش مية، لا توجد مياه،
يبقى التيمم يبقى ليطهركم به، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا إيه طيبا. سبحان الله، الصعيد الطيب يعني زمان، وأني بشرح في كلية الدراسات البنات زمان أول مرة في الدقالية يعني، فبشرح في التيمم ليه، فطالبة بتقول يعني نحط التراب على وشنا، تراب، قلت لها التراب أحسن من البلاوي اللي أنت حطها على وشك دي. هي حاطة بلاوي على وشها، وبعدين يعني طالبة في كلية دراسات ومش فاهمة حكم الشرع. ده ربنا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، يعني إحنا مخلوقين من التراب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل فرصة بقى أنني يعني إذا انقطعت المياه عندي في الصحراء مثلا أو في المدينة ولا أجد ماء، يبقى أضرب الأرض ضربتين أو ضربة، يعني يبقى وجه ضربة الوجه وضربة الكفين أو ضربة واحدة يعني الوجه والكفين، وبعدين أدخل خلاص. ولا ويعني تراب الصعيد، وإن لم تجد الماء 10 حجج 10 سنوات. سبحان الله، يبقى هذا يدل على التيسير. يبقى الظاهر، يبقى سبحان الله، شوف التيسير، يبقى هذا يذكرنا بالآخرة، تراب حتى نفتكر الايه الآخرة، ونفتكر ان احنا الى الايه، ونفتكر ان احنا دائما على صلة، نقف امام الله سبحانه وتعالى حتى يطهر القلب دائما. انما لا، مفيش تراب، مفيش ميه، خلاص نبتعد عن الصلاة. لا، انت تتيمم على طول، وبعدين الصعيد طهور المسلم، وإلا بيجد إيه الماء 10 حجج. وبعدين طبعا يعني ده خاص بالأمة المحمدية، وجعلت لها الأرض طهور تربتها طهور. هذا يدل على إيه؟ على إن المسلم ليس له حجة أبدا. يعني أنا يعني سيدنا، شوف الإسلام، يعني سيدنا يعني كان سيدنا عمرو كان في الصحراء في سرية، وبعدين قام جنبا، وبعدين المياه موجود، ولكنه شعر إحساس داخلي أنه إذا اغتسل هيموت، فتيمم. وشوف أدب الصحابة، لم يتكلموا، وصلوا وراءه، يعني هم توضأوا أو اغتسلوا وصلوا وراء سيدنا عمرو. وحينما رجعوا إلى سيدنا رسول، قالوا يا رسول الله إن عمرو صلى بنا وهو جنوب، وهو إيه؟ فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو صليت مع أصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة، شيت البرود، منطقة جهة الأردن كده، وبعدين يعني خشيت أن يعني اغتسلت أن أهلك أموت، وإني سمعت الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديك ولا تهلك. شوف بقى، شوف الصحابي، أو سمعت الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى الإيه؟ إلى التهلكة. فأقره صلى الله عليه وسلم، خلاص. يبقى أنا يعني راجل، أنا عندي مرض جلدي، والدكتور قال لي خد الدواء ده والماء شهر، حطش المية على جلدك، خلاص يبقى أنا أتيمم على طول، أتيمم شوية تراب كده هو شوية عفر وأتيمم. يبقى ضربة واحدة يبقى على الوجه والكفيه. قال سبحان الله، هذا يكفي. نعم، يبقى وذلك بندرس لاولادنا في الكليه عدم وجود الماء حسا او شرعا. حسا يعني ايه؟ المايه مش موجوده، هي مش موجوده في المنطقه، ولا على بعد 5 كيلو 10 كيلو من كل الجاتو، 10 كيلو 20 كيلو مش موجوده المايه. او شرعا يعني المايه موجوده، هي في الحنفيه موجوده، انما انا عندي عذر شرعا. الدكتور قال لي اوعى إيه تحط المايه عليك مدة كذا، يبقى أنا يعتبر عادي من الماء في الحالة دي. يبقى هذا يدل على أن الطهارة اللي احنا بندرسها في كلية الشريعة وكلية الأزهر عموما، والإعداد والثانوي، والطالب في الإعداد والثانوي بياخد الفقه كله من أوله لآخره، يعني عارف الحاجات دي. وبعدين واحدة مثلا تقول والله، واحدة ابنها خريج جامعة، خريج كلية حقوق، وبعدين مثلا شايفة الولد مثلا ملابسه فيها مثلا يعني أثر منئة، وبصلي، أنت يا ابني بتعمل إيه؟ بصلي. طب أنت اغتسلت؟ لا. اغتسل ليه؟ يبقى ما يعرفش يعني إيه؟ ينفع الكلام ده؟ يعني هذا يدل على إن المسألة يا جماعة، أبواب الطهارة من الأهمية بمكان، ما يعرفش إن الغسل يوجب الإيه؟ إن الجنابة توجب الإيه؟
الغسل. يبقى احنا بندرس لاولادنا فرائض الغسل او 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 سنن الغسل او الحاجات دي، امور من الاهميه بمكان احنا ما نقعد في الجامع ونقعد ندرس في الابواب التيمم والطهاره والغسل والاستحاضه والحيض والنفاس والحاجات دي كلها، ده مهم جدا. الان طهاره، شوف السيده يعني بنت ابي حبيش، شوف المراه الصحابيه وحرصها، يا رسول الله ان امراه استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه؟ افادع اترك الصلاه؟ يعني عندها نزيف، فهي خايفه. كل الصحابيه ولا اي صحابي على طول يعرض، حتى لو ارتكب جريمه يجري ويعرض امره على سيدنا الرسول لانه ارتكب، وهو عارف ارتكب جريمه. ايه العقوبه؟ يقول لك لا، انا قبل ما امشي من هنا اخد ايه؟ اطهر بالايه؟ بالعقوبه. ازاي بقى يبقى سيدنا الرسول موجود والوحي بينزل وانا ارتكب الجريمه دي؟ فده السبب ان الصحابه كان بيجري يقول يا رسول الله يعني حصل كذا وكذا وكذا. فالصحابيه الجليله سيده فاطمه بنت ابي حويش، يا رسول الله ان امراه استحاض فلا اطهر. شوف فطنه، وشوف سيدنا الرسول الذي اوتي جوامع الكلم. لا، انما ذاك دام عرق. اللي عندك ده نزيف، يعني انت عارفه ايام الحيض اللي كانت عندك، ايام الحيض اللي ايه؟ المرأة بتعرف دم الحيض له علامات معينة ورائحة معينة، إنما النزيف له علامات تانية. فقال سيدنا الرسول بيقول لها، قال لك شوف الأيام اللي كنت فيها بتحيض فيها وعليها الدم أنت عارفاه، وبعد ما عدا ذلك بقى تتحفظي، يعني تتطهري في محل القضاء الحاجة وحاجات زي كده، وتحط مثلا حاجة في تحفظ الدم، وعلى طول الله أكبر بعد ما تتوضي ادخلي في الصلاة على طول. وبعدين وهي بتصلي الدم بينزل، انتقض الوضوء. انما لا، دي معها عذر شرعي. انا راجل كبير وعندي مشكله في المستقيم، وبعدين عندي سلس ريح، ريحي على طول شغال، برضه نفس المشكله. اتوضى وبعدين على طول اقوم داخل في الايه؟ في الصاله على طول. انا عندي مثلا برضه ثلاث بول، يبقى عندي مشكله كل شويه نقط نزاله كده، عنده مشكله. فبرضه ادخل الحمام واحط برضه حاجه تحبس الايه؟ البول كده قدر الامكان، واقوم الله اكبر. في الحاله دي يبقى انا ايه؟ يبقى انا عملت الايه؟ اذا الحديث الشريف، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يدل على ايه؟ الجمال ده. يعني انا كراجل يعني مريض وبعدين عندي مشاكل صحيه، برجع للعلماء بقول لهم انا وضعي ايه؟ زي ما الصحابيه كده ذهبت لسيدنا الرسول واستفتته في المساله دي. فاحنا عندنا امراض كثيره بقى في المستشفيات، يعني عايزين بحاجه الى الايه؟ الى توضيح مثل هذه الاحكام الشرعيه. هذا يدل على ان ابواب الطهاره يا جماعه، ابواب الطهاره مهمه جدا في المساجد، ومهمه جدا في الجامعات وفي المدارس وفي المستشفيات وفي كل الناحيه. ليه؟ لان احنا بنقف امام الله، وبعدين تلتقي الراجل مش عارف الايه؟ مش عارف احكام الطهاره، يعني ايه الغسل، متى ايه الاغسال المسنونه دي؟ يعني ايه مسنونه؟ وايه الاغسال الواجبه؟ الغسل الواجب يعني ايه؟ والاغسال المسنونه يعني؟ فهذا يدل على ان ابواب الطهاره من الاهميه بمكان. واحنا ناس دخلت الاسلام ببركه فقط بس ان هم عرفوا ان الوضوء ده هو الخمس مرات، وهو سيدنا الرسول شرعه، وبعضهم دخل الاسلام فقط لان الاسلام بيامر اصحابه قبل ان يقف الصلاه يغسل اعضاء معينه. قال لك الاعضاء دي هي فعلا هي اساس البلاوي، ومحمد طالما جاء بذلك معناها مش ليس من عنده وانها من عند رب محمد. قال لك لا، ده شوف البحث المنصف، يقول لك لا، ده محمد ده في بيئه صحراويه، وهم بيعتبروا حسب المعلومات اللي عندهم ان دول بيئه عرب جاهليه ومتخلفين، الكلام اللي هم درسوه لهم زمان، الكلام اللي وصلهم. فحينما البحث المنصف يقول لك لا، ده الكلام ده هو محمد، لا ياتي بهذا من عندي، يبقى هذا من رب محمد، ويقرا في الاسلام ويقوم داخل الاسلام ببركه الايه؟ ببركه فقط الوضوء، ببركه الطهاره فقط اللي هي الايه؟ الحسيه دي. فطبعا يبقى هذا يدل على ان الانسان فينا يعني يشكر المولى سبحانه وتعالى على ان يعني هدانا الاسلام،
وأمرنا بالطهارة الصغرى والكبرى، طبعا الطهارة الكبرى من الجنابة يعني، فهذا يدل على يعني التشريع الإسلامي تشريع يعني يعالج مشاكل الأمة الإسلامية، ويأمر أصحابه يعني بالطهارة والنظافة، وخاصة في الاجتماعات اللي هو يعني من أكل ثوما أو بصر مثلا يعني فلا يقربن مصلانا إلى آخره. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء والذي يأتي بعنوان أحكام الطهارة. الحضور الكرام، ديننا دعا المسلمين إلى العناية بالطهارة وجعلها شعيرة من شعائر هذا الدين، وركيزة من ركائزه، وفريضة من فرائضه، بل جعلها شرطا من شروط أكبر العبادات وأعظم الفرائض والواجبات، ألا وهي الصلاة. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كما استمعنا من قارئنا بالحفاظ والدوام على التكبير، وأعقب ذلك بالتطهير، فقال: وربك فكبر وثيابك فطهر. وديننا من العظمة الذي يحث على الطهارة ويأمر المسلم بالعناية بنظافة جسده من بداية يومه، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يداه. وطوال اليوم يلجأ المسلم إلى طهارة بدنه ليؤدي هذا الفرض من فرائض هذا الدين، بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم من عنايته واهتمامه بالنظافة والطهارة قبل هذا التقدم الذي نحياه ونعاصره، قال صلى الله عليه وسلم محثا ومحضدا صلى الله عليه وسلم على العناية بنظافة وطهارة الفم من خلال بيئته: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن عظمة هذا الدين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جعل الطهارة نصف الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مع هذا الدرس العطر أحكام الطهارة، وكما تفضل فضيلة سيادة العميد فضيلة الأستاذ الدكتور سيف قزامل، نكمل ما بدأه. سيدور الحديث حول معنى الطهارة، ولكن سيكون عنوان الكلمة التي ألقيها بمشيئة الله حول الطهارة ما بين التكليف والتيسير. الطهارة ما بين التكليف الشرعي والتيسير الإلهي على المسلمين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن ظاهره وباطنه جوهرا وصورة، لذلك خلقه فأحسن تقويمه وصوره في أحسن صورة. لذلك لم يكن المولى سبحانه وتعالى ليجعل الإنسان من باطنه فقط جميلا، بل الشكل والباطن حتى تتآلف وتكون هناك شخصية متزنة. فإن الإنسان يتكون من ثلاثة أشياء: عقل وروح وجسد. فاعتنت الشريعة الإسلامية بكل هذه الأشياء. لذلك ما هي الطهارة؟ وما المقاصد الشرعية من الطهارة؟ كذلك ما الثواب الذي يعود على الإنسان الذي يريد أن يحافظ على الطهارة؟ أولاً، الطهارة بشكل عام لا يمكن أن يحصرها المسلم في الوضوء أو في الغسل. يبقى الشيء الذي نريد أن ننبه عليه أن الطهارة ليست محصورة في الوضوء أو الغسل، بل الطهارة شاملة تشمل كل مجالات الحياة،
فتكون لطهارة الثوب والمكان والبدن، لطهارة الوسائل والأدوات، لطهارة الآنية والأفنية، لطهارة الطعام والشراب، لطهارة الطرق والأمكنة، لطهارة كل شيء. يبقى إذن مسألة الطهارة لا تنحصر في جزء معين، فكانت الشريعة الإسلامية تدعو إلى الاهتمام بما يحافظ على صحة الإنسان في كل شيء. لذلك أول مقاصد الشريعة الإسلامية في باب الطهارة أن الطهارة معقولة المعنى. يعني إيه معقولة المعنى؟ يرجع الهدف من تشريعها إلى إصلاح الأمة بأكملها، بل إلى إصلاح البشرية بأكملها. عندما يحافظ الإنسان على نظافته وطهارته بذلك سيحافظ على صحته، فلا تنتقل منه عدوة لغيره. عندما يحافظ الناس جماعات على طهارة بيوتهم، طهارة أماكنهم، طهارة شوارعهم، فبالتالي سيرجع بذلك إصلاح على الفرد وعلى المجتمع. أيضا المقصد التشريعي من الطهارة أنها بها جزء تعبدي. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبالتالي من يحافظ على الطهارة يجلب لنفسه ويستدعي محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد أن ذكر المولى سبحانه وتعالى الوضوء والغسل والتيمم: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولعل الله سبحانه وتعالى في تشريع الطهارة لم يكن الاهتمام بالجسد ونقائه فحسب، بل علاقة مزدوجة، بمعنى علاقة مزدوجة ما بين طهارة الجسد والجزء التعبدي. يبقى علاقة مزدوجة بين أن يتطهر الإنسان بجسده وبين أن يتعبد لرب الله سبحانه وتعالى. كذلك يظهر من مقاصد الشريعة الإسلامية أن الإسلام قد اهتم بالهيئة والمظهر. يا بني آدم خذوا زينتكم. ولذلك جاءت سنن الفطرة لتحافظ على الإنسان وتجلب له الصحة. يبقى من مقاصد الشريعة الإسلامية مسألة الوقاية خير من العلاج، وليس هناك شيء أحرى ولا أهم ولا أحفظ للإنسان من الطهارة. إذا كنا نقول الوقاية خير من العلاج، فمن أول الأشياء التي تهتم بالوقاية الطهارة. لذلك إن شئت فقل الطهارة واجبة الأخذ بها، بل يمكن أن نقولها بالمفهوم الطبي هي خطوة استباقية في المحافظة على البشرية. مرة أخرى، الطهارة هي خطوة استباقية وإجراء تحذيري أو احترازي لمحافظة على الإنسان، بمعنى إذا ما تطهر الإنسان فحافظ على بدنه، حافظ على جسده، حافظ على مكانه، حافظ على ثوبه، على شارعه، على كل ما حوله، بذلك يحافظ على صحة الإنسان، يحافظ على عافية الإنسان، يمنع من ذلك انتشار الأمراض. هذا هو مقصود الشريعة. وربما نريد أن نعرف فقط بتعريف مجمل للطهارة. الطهارة هي النظافة من الأقذار. يبقى الطهارة النظافة من الأقذار والتنزه من الأدناس. الطهارة النظافة من الأقذار، كل ما هو مستقذر عند الإنسان الله قد أمر بالتطهر منه. والتنزه من الأدناس، أي لا يقتصر التطهر على الشكل، بل الله سبحانه وتعالى قد أمر الإنسان بأن يتطهر من معاصيه وأن يتطهر من ذنوبه. لذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم نقني من الخطايا، من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأفضل ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الطهارة شطر الإيمان.
تخيل أن ينقسم إيمان العبد ما بين الطهارة وما بين غيره، ما بين الطهارة وما بين غيره. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الطهارة باب لكل مسلم يدخل من خلاله إلى العبادات. الله سبحانه وتعالى قد جعل الطهارة حلية للمسلم يبلغ به ما بلغ في الوضوء، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يبلغ المسلم تبلغ حلية المؤمن ما يبلغ الإنسان به من الوضوء، بل إذا ما توضأ الإنسان خرج ذنوبه من جسده كما حتى تخرج من أظافره. الطهارة دعا إليها الله سبحانه وتعالى لأنه جميل، فيما رواه ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة. يبقى الدعوة إلى الطهارة وإلى النظافة مقصد تشريعي للمحافظة على الإنسان، مقصد تشريعي للمحافظة على الإنسان. وحتى لا نطيل عليكم نذكر بعض الأشياء أو الرخص التي دعت إليها الشريعة الإسلامية في التيسير في باب الطهارة. لما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالأخذ بالطهارة جعل لهم رخص، وهذه من الحكم التشريعية التي نراها في الإسلام، بمعنى لم يكلف الله سبحانه وتعالى بما لا نطيق، ولم يضيق علينا في شيء، بل كلفنا بما نستطيع، فإذا ما ضاق على الإنسان شيء اتسع أمره فصار فيه تيسير. فمن لم يستطع الغسل أو الوضوء التجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم. لذلك كما تفضل فضيلة العميد وذكر سيدنا حديث سيدنا عمرو بن العاص لما جاء سيدنا عمار بن ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد ماء قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة في التراب، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب على الأرض هكذا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة تستدعي لنا جانبا من التخفيف والتيسير بأنها لا تنحصر في الوضوء في الماء. لذلك عند الحنفية الأشياء التي تطهر ليست محصورة في الماء، بل في الماء والشمس والهواء والتراب والاستجمار والأحجار، وكل ما يزيل النجاسة فهو مزيل، وكل ما يزيل النجاسة فهو مطهر على أن النجاسة قد زالت. آخر شيء نتكلم فيه بأن المحافظة لا يحافظ على الطهارة إلا تقي، لا يحافظ على الطهارة إلا تقي، ولا يحافظ على الطهارة إلا سليم الطباع، لا يحافظ على الطهارة إلا إنسان تقي. فبالتالي كلما حافظت على الطهارة كان ذلك أقرب لربك. فالله قد أمر مثلا بطهارة ثوب وثيابك فطهر، وأمر بطهارة الآنية طهروا أفنيتكم، وأمر بطهارة كل ما هو نجس. فالله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين إزالة النجاسة. يبقى لا يحافظ على الطهارة إلا تقي، ولا يحافظ على الطهارة إلا سليم الطباع. لذلك واجب على المسلم، ليس شيء تفضلي بأن تقول أنا إنسان مثلا متعلم أو كذا أو كذا حتى أحافظ على الطهارة، بل أمر شامل وكامل لكل البشرية، وإن شئت فقل لغير المسلمين وللمسلمين، بأن يحافظوا على أماكنهم، بأن يحافظوا على كل بيئاتهم. لذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن أوصاف يوم القيامة، رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يذكر حال عبد دخل الجنة فيما في أي شيء، في شجرة قطعها. يبقى شيء طهر هذا الشارع أو هذا الطريق من شيء يؤذي الناس، في شجرة قطعها كانت تؤذي طريق المسلمين، وفي رواية كانت تؤذي طريق الناس. فبالتالي من حافظ على الطهارة أو أزال نجاسة كان بذلك محافظا على ما أمر الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليكم أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء والذي يأتي بداية للأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد المهند بالقاهرة الجديدة. هذا اللقاء تحت عنوان أحكام الطهارة. يقول ربنا سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من هنا ندرك مدى أهمية الطهارة وعظم درجتها وعلو مرتبتها في شريعة الإسلام. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الاعتناء بالطهارة والاهتمام بالنظافة بشتى الطرق والسبل. فمرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث الرأس قال صلى الله عليه وسلم: ألم يجد هذا ما يرجل به رأسه؟ ولما رأى صلى الله عليه وسلم آخر رجلا متسخ الثياب قال صلى الله عليه وسلم: ألم يجد هذا ما ينظف به ثوبه؟ بل إن أنس يصف رسولنا صلى الله عليه وسلم ويوضح في هذا الحديث مدى اهتمامه بطهارته الشخصية بل وعطره ورائحته الزكية صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا فاحفظ مصر واحم جنودنا واجعل أمانا في البلاد يسود. يا رب صل على النبي، يا رب صل على النبي محمد. فأنا بحب الهاشمي سعيد أناجي الله حلك الظلام. أنادي الله، أنادي الله في حلك الظلام، وأسألوا الوصال، وأسألوا الوصال حبيبي. أنادي الله، أنادي الله صبحا وليلا، وأسأل
وأسألوا اللقاء وأسألوا اللقاء وأسألوا اللقاء مع الحبيب. فإن سعادتي فإن سعادتي في أنس طه في أنس طه في أنس طه في أنس طه صلاة الله صلاة الله صلاة الله صلاة الله طبيبي. فإن أحيا ابن مريم جسم موتى فإن أحيا ابن مريم جسم موتى فإن المصطفى فإن المصطفى فإن المصطفى فإن المصطفى محيي القلوب. أطوف بناظري أطوف بناظري شرقا وغربا شرقا وغربا فألقى الله فألقى الله فألقى الله فألقى الله في إبداعك رسول الله يا حبيب الله يا رب صل 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 على المختار صل 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 على المختار سيدنا حب الشفيع حب حب الشفيع حب الشفيع يا نار الأفق والوادي. نختم مع بعض جميعا ونقول اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء الله صل على المصطفى لوم وبحر الوفاء اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه في الخلق سيدنا